هنقولكم لكم على اسرار تصوير صور احترافيه بالموبايل اول سر نظف العدسه بتاعت الكاميرا كويس لو عدسه جوالك عليها اثار بصمات او تراب او بقع مستحيل تصور صور كويسه وكتير مننا ما بنبقاش واخدين بالنا ان العدسه مش نظيفه ومستغربين ليه جوده الصوره بتكون قليله قوي كده احسن طريقه من وجهه نظر لتنظيف العدسه هي منديل النظارات وده بيجي مع النظارات الطبية ونظارات الشمس أو ممكن تجيبه من محل نظارات ومستو إنه بينظف الكاميرا من غير ما يخدشها أو يسيب عليها أي أثر في طرق تانية كتير لتنظيف العدسة ممكن تدور عليها بنفسك شوف بقولك إياك إنك تنظفها بمية أو ملمع إزاز أو قطعة قماش خشنة الحاجات دي كلها ممكن تدمر عدسة موبايلك وتخليك تندم وافتكر إني قلتلك بلاش السر التاني دور على إضاءة كويسة الصورة عبارة عن إضاءة، لو عندك إضاءة كويسة هتصور صورة كويسة. الإضاءة وحشة يبقى الصورة أكيد أكيد هتطلع وحشة. طب إزاي ألاقي إضاءة كويسة؟ في طرق كتيرة جدا، بس خليني أقول لك أبسط طريقة. خلي الشخص أو الحاجة اللي بتصورها في وشه النور، مش عكسه. يعني لو الشمس أو الإضاءة على إيدي اليمين، وقف اللي بتصوره ناحية إيدي الشمال، عشان وشه يبقى منور. دي أبسط طريقة. لكن لو وقفته بالعكس خليت الشمس او الاضاءه في ظهره هيطلع وشه مضلم ولو الاضاءه فوقيه هيطلع في وشه ظلال سودا هتخلي شكله غريب جدا واحسن اضاءه ممكن تلاقيها هي اضاءه الشمس وتحديدا الوقت اللي بعد الفجر او الوقت اللي قبل المغرب اما ساعه الظهر فابعد عن الشمس تماما وصور في الظل او في الاماكن اللي بيدخلها نور لكن مش تحت الشمس مباشره السر الثالث هي قاعده الثلاث تلات في شبكه كده بيظهرها الموبايل عشان تساعدك في التصوير يا ترى ايه فايدتها الصوره بتطلع حلوه لو خليتها مقسومه لتلت وتلتين البحر واخد تلت الصوره مثلا والسما تلتين او العكس المهم تقسمها لتلت وتلتين ولما بنصور شخص او حاجه هنحطها في نقط التقاطع بين الخطوط دي عشان الصوره بتاعتنا تكون جميله ودي بيسموها قاعده النقاط الذهبيه لأنها بتحدد لك أحسن نقط تحط الحاجة اللي بتصورها فيها عشان تكوين الصورة يكون مظبوط. السر الرابع اضبط تركيز العدسة واللي بنسميه الفوكس. ده اللي بيحدد الكاميرا مركزة على إيه ومبينة تفاصيل إيه بشكل واضح وإيه اللي هيكون بعيد في الخلفية وتفاصيله ضبابية ومش باينة. عشان تظبط الفوكس على الحاجات اللي أنت عايز تصورها اضغط عليها بصباعك كده. هتظهر لك العلامة دي وهتلاحظ إن وضوح الحاجة اللي بنحددها بقى أكبر من اللي وراها. السر الخامس اضبط مستوى الإضاءة. لما بتضغط نفس الضغطة اللي ظبطنا بيها الفوكس هنلاقي في علامة شمس ظهرت كده. لو رفعت الشمس دي لفوق هتلاقي إضاءة الصورة بتزيد ولو نزلتها لتحت هتلاقي إضاءة الصورة بتقل. حاول تظبطها على مستوى الإضاءة المناسب وما تبالغش عشان الصورة تطلع حلوة إن شاء الله. السر السادس لما تعمل زوم بالكاميرا جودة الصورة هتقل، الأحسن إنك تقرب بنفسك من الحاجة اللي عايز تصورها، الفلاش كمان بيخلي الصور شكلها غريب جدا، عشان كده ياريت تقفله خالص وتعتمد على الإضاءة. السر السابع، خليك مبدع، وعشان تقدر تبدع لازم تتفرج كتير على صور حلوة، وتفكر إيه اللي خلى الصور دي تطلع حلوة، وتحاول تقلدها كمان، ومن أمثلة الحاجات اللي بتخلي الصورة حلوة زاوية التصوير المختلفة. الخطوط اللي بترسمها الاشكال في الصوره، استعمال الانعكاس، الانماط والاشكال المتكرره، تصوير التفاصيل، توصيل الحاجه من جوه الاطار وهتلاقي افكار احلى واكتر وهتطلع صور احلى بنفسك. السر الثامن والاخير تعديل الصور، معظم الصور اللي بنشوفها حصل لها تعديل بسيط بعد التصوير عشان يظبط الاضاءه والالوان او يقص الصوره بشكل جميل. أو حتى يديها تأثير فني مميز ومختلف وبرامج تعديل الصور على الموبايل كتيرة جدا يمكن أشهرها اللايت رون. لو حابين نشرح برنامج من برامج تعديل الصور اكتبوا لنا في الكومنتات وبكده نكون خلصنا أسرار التصوير الاحترافي بالجوال ابعتوا لنا الصور اللي صورتوها على هاشتاج برنامجنا وورونا إبداعاتكم بالجوال